السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه فيديو ميكر، طبعا من الاسم هو بيعمل ايه؟ بيعمل فيديوهات، تمام. فالموقع سهل جدا وبسيط، وتقدر تشوف الواجهة بتاعته بلغات كتير جدا. تيجي هنا وتختار اللغة اللي انت عايزها، وهنا بيجيب لك اخر فيديوهات اتعملت على الموقع. زي ما انت شايف، مجرد بيكتب كلمة بسيطة بيبدأ الفيديو يتعمل معاه. الموضوع بسيط جدا، فخلينا نبدأ. وتقدر تقول له بالعربي اعمل لي فيديو عن كذا، وتقدر ان انت تدي له تكست او تدي له صورة وتقول له اعمل لي كذا في الصورة. مثلا احنا عايزين مثلا نخلي مثلا باتمان او كونان، المحقق كونان، يزور اهرامات مصر، تمام. طيب، واقول له توليد، يبدأ بقى يعمل لنا الفيديو بتاعنا، ويبدأ ان احنا نشوفه ونحتفظ بيه لمدة 7 ايام. خلال ال7 ايام دول انت تقدر ان انت تحمله ويبقى عندك على الكمبيوتر. طبعا مفيش اي حاجة خليك تشتري حتى الان، يعني مفيش غير مجاني. اكيد بعد فترة هيخلوا فيه مجاني وفيه بفلوس، فحاول تنتهز الفرصة وتقدر تعمل صور زي ما انت عايز. هو عمل الفيديو اهوت، بس مش بين كونان، بصوره من ظهره. فما فيش مشكلة، تقدر تقول له اعمل لي كونان تاني او تكتبها له بالانجليزي. طيب، خلينا برضو نعمل تجربة. رفعت له صورة لكونان وقلت له توليد، ونبدأ نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. وممكن نجرب كذا كذا فيديو، تقريبا ليك 5 فيديوهات في اليوم، فنقدر نجرب كذا فيديو ونشوفهم. تعال نشوف الفيديو. نيجي هنا ونقول له ان احنا عايزين نشوفها في اكبر. حطلنا صورة كونان مع الأهرامات. طيب، يعني بداية. طيب، هنا أنا قلت له اعمل قطط وكلاب بيلعبوا كرة قدم، فعمل حاجة بالشكل دوت. دي قلت له اعمل لي سوق بيع وشراء في مصر القديمة، فعمل فيديو بالشكل دوت. ممكن يكون في جودة أعلى من كده، أو ممكن في حاجة عايز تحسين، لكن دي تجربة. ممكن نغير في البرومت، ممكن مع الوقت الموقع يتطور. طبعا مع الوقت ده، يعني خلال 2 3 اسابيع، فالموقع لسه نازل جديد. يعني انا منتظر ان هم ينزلوا تخصيص، يعني يبقى في امكانية ان انا احدد ابعاد الصورة، احدد نوع الكاميرا، احدد، يعني لما يدينا شوية امكانيات او خصائص ده هيزود قيمة الموقع. لكن هو بداية كويسة ان شاء الله.